أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث. سنتناول في الجزء الأول من البرنامج قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعيين نذير العرباوي وزيرا أولا خلافا لأيمن بن عبد الرحمن، كما سنعود إلى مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة وانعقاد القمة العربية بالرياض. وللحديث عن تعيين نذير العرباوي وزيرا أولا خلافا لأيمن بن عبد الرحمن، أسعد باستضافة المحلل السياسي عبد الحكيم بوغرارة عبر الهاتف. مرحبا بك سيدي. أهلا، شكرا على الدعوة وأهلا بالمشاهدين. قبول هذه الدعوة. في البداية سيد بوغرارة، قراءة في هذا التعديل. هو تعيين أو إنهاء مهام الوزير أول أيمن بن عبد الرحمن و تعيين السيد محمد نادي العرباوي خلفا له، وهذا اولا هو تغيير يدخل في صلاحيات الرئيس الدستوريه، فصلاحيات الرئيس تخول له تعيين الوزير الاول، هذا من ناحيه الشكليه. ثانيا، يظهر بان الرئيس عبد المجيد تبون بعد تعيين السيد محمد نادي العرباوي كمدير لديوان رئاسه الجمهوريه وجلبه من الامم المتحده، يظهر بانه كان يفكر في هذا الامر منذ أكثر من سنة على الأقل، لأن الرئيس من خلال إبداء غضبه في الكثير من المرات على أداء الحكومة كان يفكر في شخصية تجمع بين الهدوء وبين الدبلوماسية وبين الكاريزما كذلك، لأن محمد نادي العرباوي بعد تعيينه كمدير لديوان رئاسة الجمهورية أعتقد بأن الرئيس منحه فسحة من الوقت حتى يتعرف على مختلف الملفات الداخلية والقضايا الداخلية والإلمام بشؤون إدارة الحكومة، لأن الرجل المعروف بأدواره الدبلوماسية خارج الوطن سيد حكيم. هذا نعم سيد حكيم بوغرارة، في هذه النقطة من وزير أول اقتصادي إلى وزير أول دبلوماسي، ما هي الدلالة؟ الدلالة هي أن التحولات الإقليمية والدولية أصبحت أو جعلت من الدبلوماسية تقريبا عمل يومي في مختلف الدول. لاحظي بأن الأزمات الإقليمية والدولية تقريبا كل يوم ننهض على أزمة، والأزمات الإقليمية والدولية أصبحت لديها انعكاسات كبيرة على الجانب الداخلي. لاحظي بأن مشاكل منطقة الساحل كلها أثرت على الجزائر بطريقة غير مباشرة في الداخل، عززت من ميزانية الأمن والتسلح و يعني رفع مستويات اليقظة والتحسيس الأمني للتصدي لمختلف المؤامرات التي تستهدف الداخل، وبالتالي الترابط بين الشؤون الداخلية وعودة الحديث عن تحصين الجبهة الاجتماعية وعن لم الشمل وعن هذا، كل هذه أمور داخلية تنعكس على الأمن القومي وأداء الدبلوماسية في الخارج، وبالتالي اليوم الشؤون الوطنية هي امتداد للشأن الدولي والعكس صحيح، والكل يتقاطع في تعزيز الأمن القومي. ثانيا، هو عندما نأتي بدبلوماسي على رأس الحكومة، لاحظي بأن مثلا العلاقة الثنائية بين تونس بين فرنسا بين إسبانيا بين ليبيا بين ومع الجزائر كلها تقتضي تواجد رجل دبلوماسي كذلك، لأنها أصبحت كذلك تقريبا لديها انعكاسات على الشؤون الداخلية، تواجد الجالية، تبادل التجاري والاقتصادي. فالأزمات اليوم، عالم اليوم، علاقات اليوم بين الدول أصبحت تدار بالأزمات، ليس معناها الأزمة التي تصل إلى القطيعة، ولكن تضارب المصالح وكثرة الاختراقات ومحاولة استقطاب الجزائر بين الشرق والغرب، كل هذه المعطيات جعلت إدارة شؤون الدول تتحول وأصبح الجانب الدبلوماسي. لاحظي حتى الإعلام الفضائي كله يركز على الدبلوماسية وعلى الأزمات، وبالتالي حضور رجل مثل محمد بن نادير العرباوي هو مهم جدا. ربما لاحظنا أداؤه في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر و جلوسه وزراء الرئيس، وتقريبا هو الذي سير القمة العربية في الكواليس، وبالتالي أداؤه الكبير جدا رشحه لأن يكون رجل المرحلة القادمة ورجل ثقة
السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وبالتالي كل هذه التحولات الداخلية والإقليمية وترابط الأمن القومي بمختلف الملفات الداخلية رشح السيد محمد نذير العرباوي الذي تقريبا لديه قابلية في الجزائر ومشهود له بكفاءته وحنكته ورجل ذو كاريزما لا يتكلم كثيرا ولديه ثقافة دولة ولديه يعني بروفيل مثل ما يقال نعم. مهم في هذه نعم في هذه المرحلة. في هذه النقطة سيد حكيم بوغرارة، هل هذا يعني ذهاب حكومة بن عبد الرحمن وتكليف العرباوي بحكومة جديدة؟ هو حقيقة كما قلت لك هو في الدستور ينص على أن الرئيس يعين الوزير الأول، ثم الوزير الأول يختار تشكيلته الحكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبالتالي أعتقد بأن هذه الفترة التي قضاها محمد نذير العرباوي داخل الجزائر أعطته نظرة أو تصور شامل على الأقل، أو تصور في بداية لتشكيل هذه الحكومة، وأكيد بأن هذه المرة الاختيار سيقع على حكومة كفاءات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية وإعطاء دفع لمختلف الملفات في الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، لأن المرحلة حساسة، الجزائر مقبلة على استحقاقات انتخابية كذلك. نعم. في هذه النقطة سيد حكيم بغرارة، بالحديث عن الملفات الداخلية والخارجية، نتحدث أيضا ربما ما هو المنتظر من حكومة العرباوي في ظل الظروف الراهنة وطنيا إقليميا ودوليا؟ هو أعتقد بأن الحكومة الجديدة للسيد محمد نبيل العرباوي أكيد بأنها ستركز على تعزيز تلاحم الجبهة الاجتماعية والإكثار من التحسيس بالرهانات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي الجزائري، وبالتالي فالمسار المقبل العدالة كذلك من خلال معالجة مختلف الملفات التي تحاول بعض المنظمات غير حكومية وبعض المرابط الدولية الضغط بها عن طريق الجزائر، وبالتالي محمد نادر العرباوي والدبلوماسي المحنك أكيد بأنه سيراعي بين الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد ولتعزيز الحريات ولتعزيز الإصلاحات مع محاولة تجسيدها داخليا وفقا للقوانين والدستور الوطني، وبالتالي إعطاء دفعة استقلالية القضاء حتى يكون مؤسسة قادرة على المساعدة في ضمان التوازن الاجتماعي ومحاربة السلوكات الشاذة غير السوية كالفساد والإجرام والكثير من المنغصات التي تؤثر على السير العادي للحياة العامة للمواطنين. أكيد بأن السيد العرباوي في إطار قضية استرجاع الأموال المنهوبة بحكم دبلوماسيته، لأن هذا الملف الذي يتطلب عدالة قوية جدا ودبلوماسية أقوى، لأن هذين المؤسستين هما الكفيلتان بضمان استرجاع حقوق الجزائر المنهوبة شرقا وغربا، كما أن شبكة العلاقات التي يملكها السيد العرباوي بحكم عمله في محور الأطلسي هو دور مهم جدا كذلك لتحمل بعض الملفات الثنائية خاصة في العلاقات الجزائرية الفرنسية والعلاقات الجزائرية الإسبانية التي تقتضي ربما حضور دبلوماسي من الوزير الأول وبحكم شبكة علاقاته، وبالتالي ضرورة تصفير الأزمات مع محيط الجزائر، لأن تصفير الأزمات إقليميا هذا سيعزز التجارة وسيعزز الاقتصاد وسيعزز الاستثمار ويفتح طرق جديدة للجزائر نحو إفريقيا للتصدير خارج المحروقات ولضمان دعم للقضايا العادلة التي تدافع عنها الجزائر. أكيد بأن السيد محمد نبيل العرباوي يجعل أولويته الاقتصاد والتنمية لتجسيد تعهدات الرئيس 54، لأن الرئيس يركز كثيرا على الجانب الاقتصادي خارج المحروقات ويركز على التنمية ومحاربة الفقر ومختلف المشاكل التي تعاني منها مناطق الضلع، في السياق كذلك تعزيز الأمن القومي الجزائري وغلق كل أبواب الاختراق من الخارج. من الملفات كذلك قضية الحريات ومحاولة مساعدة الإعلام على ترقية أدائه والتخلص من مشاكله حتى يكون مؤسسة مهمة ترافق الدبلوماسية وترافق الحكومة وترافق الجبهة الداخلية في نقل
الانشغالات مع التصدي كذلك للحملات التي تحاول تشويه الجزائر من الخارج باستغلال مساحة التواصل الاجتماعي. هناك ملفات كذلك مهمة على مستوى التجارة الخارجية واقتحام الأسواق الإفريقية، لأن هذا الشق بقدر ما هو اقتصادي وتقني لكنه يحتاج إلى التجربة الدبلوماسية واستغلال شبكة العلاقات والأصدقاء التي يملكها محمد نادي العرباوي بحكم عمله في الأمم المتحدة. لأن هذا الأمر سيعزز من التعاون الجزائري الإفريقي، وبالتالي الملف الأمني ومكافحة الإرهاب يبقى على رأس الأولويات كذلك. وبالتالي حتى محمد نادي العرباوي في هذا المجال يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على منطقة الساحل، والمساهمة كذلك ربما في إطار التشاور والعمل الدبلوماسي المشترك مع الخارجية في اقتراح مخرجات جديدة للنيجر أو مالي أو بوركينا فاسو من أجل فسح المجال للتعاون الثنائي والتجاري واستغلال هذه المنطقة لتعزيز الأمن القومي الجزائري من خلال تصدير الصادرات وتصدير التنمية والمساعدة على التنمية في هذه.